السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة. اسمع تفضل. وش رايك في سالم الدوسري اليوم شجع عليكم الرابع؟ يعني اسب بس كيف انت سالم؟ طب اسمع، كيف لو قابلك ونضارب؟ كيف؟ ايش رايك؟ عبد الله عاين، عبد الله لقينا دبيبة، الله لا يبلانا. بس لقينا دبيبة، الله لا يبلانا. انت شايف فقمة قدامك ولا ايش؟ معليش. طيب ما معليش حبيبي، فين انت ساكن؟ ارسل لي اللوكيشن الان. يا اخي مدربكم مو كويس يا اخي. غير الموضوع، انا ابغى اقابلك. ارسل لي اللوكيشن لو سمحت. السلام عليكم. اسلام. هلا بالشيخ، كيف حالك؟ هلا الشيخ. هلا مشير. يسلم عليك. وجهنا تحية. يا اخي ليش اللي في قله ادب اليوم مره زايد؟ وليش الهلاليه اليوم مره مخلتين علي؟ ما في كيف حالك وندردش على طول كذا خش فيها. مشير يسلم عليك على طول، ما في دماغ. الله لا يسلمك ولا يسلم. ايش تبغى؟ ايش تبغى؟ شوف اوه، انت الاتحاد اللي بتيك توك. هلا والله بالشيخ، كيف حالك؟ طيب يا هلا بك والله، كيف حالك؟ انت اكبر شبيح للهلال، مع انك اتحادي بس اكبر شبيح للهلال، ما ادري كيف. انا اكبر شبيح للهلال؟ ايه. من اي ناحيه؟ 90% من مقاطعك تمدح الهلال. لا، في فرق بين شبيح وفي فرق بين لا انا ما اقصد شبيح، انا اقصد يعني تمدحهم زياده اكثر من فريقك. لا، انا الهلال كان سيء حقول سيء، والهلال كويس حقول كويس. في فرق بين الشبيح وكلمة الحق. أكثر فريق بالأكثر قاعد أتكلم عنه الموسم هذا النصر، أقول أفضل كورة وأمتع كورة وأفضل فريق هذا الموسم، يخليك تشاهد متعة بصرية النصر. ليش سبتوا هذا الكلام كله ورحت قلتوا الهلال؟ لأني أنا هلالي، فما تطلع إلا مقاطعك حقة الهلال. آه، عشانك هلالي. أنا أي فريق يقدم كورة جميلة حقول هذا الفريق يقدم كورة جميلة، والحب والانتماء للإتي رقم واحد. بس كلمة الحق إن شاء الله أنها دائما على لساننا يا رب. إن شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. تعال هلا حبيبي، فينك يا اخي من اول دورنا؟ عرفته انت عادي. كيف حالك؟ طيب ميشيل وينك؟ يا اخي لا تخليني اكسر راسكم. يا هلاليه اليوم ما لازم تدوروا، ما لازم تدوروا، تراكم هلاليه. اريد قهوه عندنا ميشيل. ترى دلت القهوه اللي عندكم اطول من ميشيل، ازعجتني ميشيل. توقعاتك الديربي؟ الديربي انا ما توقعت مع احد، بس دام انتم زودتوها النصر، وان شاء الله النصر يفوز. لا 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 عيل كذا نزع. انت صراحه جرحتني لما قعدت تقطع علي ميشيل. يضحك. انت تستحي اقول لك جرحتني. انت الحين كلكم هلاليه؟ ايه. لا لا لا، ما في حد يشجع اي نادي ثاني من هنا شيء. اطردوا على طول. على طول عند الباب، ما انت هلالي برا. عندي الحين انتم ما شاء الله اربع هلاليه، حلو؟ صح. عندي كم سؤال، ابى اشوف مدى هلاليتكم. ايش انا؟ هداف الدوري الان كريستيانو العالمي. كريستيانو رونالدو. والله شوف كيف زعل. طيب كريستيانو الان عنده 13 هدف، تمام؟ صحيح. ثاني واحد في ترتيب الهدافين ميتروفيتش 10 اهداف. ما شاء الله تبارك الله، مذاكر. طيب اكثر لاعب صناع الاهداف في نادي الهلال مين؟ نفيس. لا نفيس يا مالكم. مالكم معليش مالكم. شوف لو جبت لي كم صناعه صنع مالكم هذا الموسم انا اعطيك لقب افضل هلالي طلع معي في المقطع. يا صنع اربع يا خمس. حران انا كم؟ اربع. الف مبروك. يا هديه. الثلاثه الهلاليه هذول حوالينك، هذول هلاليه كيف؟ ما انا ابي شيء. بالله رجع كاميرا هنا، احط كاميرا على ذا. لا احد يجاوب، اللي لابس شماغ بس يجاوب. كم رقم مالكم؟ رقم مالكم؟ قاعد باقي لك ساعه عليا وما انت عارف رقم مالكم؟ 77 اتوقع. صح، يلا بدون نفس. صح بدون نفس. طيب اسالني على الرقم مشيت. مالك صلاح ولا بعرف ولا هذا ترى. والله شوف لا قطع العقال ذا اللي في راسك على ظهرك، احترم نفسك. الله يسعدكم يا شباب. وسعيد بشوفتكم. السلام. الله يحفظكم. السلام عليكم. لا حي الله الشيخ، كيف حالك؟ كذاب. لا تقول اي كذاب، عيب عليك يا اخي. الله يقلعك، كيف كذا؟ ليش السب؟ طيب لا معليش والله. بالله هو انت ولا تشبه له؟ لا صراحه اشبه له مو انا والله من جد. تسجل ولا لا؟ طب انت ليش حاط الجوال على خشمك؟ وخر شويه الجوال. اه صح معليش، ام سوري ام سوري كذا. ايوه شوف الوجه الجميل الوسيم الخلوق المحترم. ايش اشجع؟ ايش اشجع؟ هلالي يا اخوان. تكفوا يطلع معايا واحد يقول لي انا اشجع موزمبيق، انا اشجع مدغشقر، انا اشجع يا شيخ عيال حارتنا. تشجع ميشيل انت؟ يا اخوان ترى المقطع هذا ممكن اقل ادبي، انا من الان اقول ترى المقطع هذا ممكن حتسمع فيه الفاظ. اسمع بسالك سؤال. تفضل. مين تتوقع ياخذ الدوري؟ معروف الاتحاد باذن الله. يضحك. تعال ايش قصدك ضحك؟ ترى اسمع، ترى هذه فضل ربي سبحانه وتعالى ثم قوة الاتحاد. سبناكم، سبنا الفرق كلها تستمتع. الآن جبنا مدرب جديد، حتشوف كيف حيصير. لو الاتحاد أخذ المركز الثالث ذا بطولة لكم بالدوري ذا. لو سمحت حاول تنتقي كلماتك وتحترم بطل الدوري السابق نادي الاتحاد لو سمحت. احترم نفسك. ما حد يقدره خلاص. ايوه. سؤالي يقول الهلال كم تعثر مباراة هذا الموسم بالخسارة؟ ما انهزم. ولا مرة منهزم بإذن الله. الخمس مباريات الجاية كلها خزايم.
كم عدد نقاط الهلال في الدوري؟ الله ياخذك ما حضرت. انا اوريك. لا هو بال 30 بس ما 34. طب اعطي خيارات. 35. اعطي خيارات. ايوه اعطيني خيارات. 34 36 32. مستحيل 32. طيب يلا يعني ايش باقي لك؟ 34 ولا 36؟ 36. غلط. القم الهلال يملك الان 35 نقطة. القم يلي ما انت هلالي ولا تعرف معلوم عن الهلال وانت جاهل وبس تحب تطقطق. انا ليا في البريمير ليج. السلام عليكم. كيف حالكم طيبين؟ عبد الملك. عبد الملك احسن واحد في العالم. الله يسعدكم. والله انا اسف المشكله ما اقدر اصور مع صغار عشان اهاليهم ما يزعلوا. والله تكفى انا طالبك. والله تكفى بك تطلع. والله طلعت اكثر من ثلاث مرات. والله يا حبيبي يا عبد الملك انه انا لي الشرف انه تطلع بقناتي. طلعت لي ثلاث مرات والله العظيم مع ناس ثاني مع مشاهير ثاني. واهلي موافقين. واهلك موافقين؟ ايوه. ابشر بعزك عبد الملك ولا تبغى؟ هاي ايش تبغى؟ يلا طيب ايش رايكم نلعب مع بعض؟ نلعب اسئله؟ ايوه. الاول اسمك عبد الملك والثاني ايش اسمك؟ عبد الله. ونعم ونعم عبد الملك وعبد الله. السؤال يقول في حشره عندها 100 عين، ايش هذه الحشره؟ الذبانه. انا حقول لكم خيارات، النمله، الذبانه، البعوضه. البعوضه. صح وصل عليك ودان! غشيت وما غشيت صح؟ لا ما غشيت. الله يسعد اهلك يا شيخ. يلا السؤال الثاني، من هو مكتشف امريكا؟ هل هو ابن بطوطه ولا حسن الصبحان ولا كولومبوس؟ كولومبوس. كولومبوس صح. ايش يشجعوا اول شيء يا شباب؟ انا النصر. لا لا اتحادي. اتحادي؟ إيه؟ كلكم برا تعال اتحادي، ما ابغى اصور مع اتحادي بس. تعال اتحادي انا ادور اتحادي في البرنامج ده لي ساعة. في هلالي وفي نصراوي وفي اتحادي صح؟ ايه. يلا سؤال حنسأل عن كل الاندية. النصر كم نقطة يمتلك النصراوي؟ النصراوي 13. 13 جن يجيك اخر الليل. 13 كيف؟ ها 10 10 10 10 ما عليك. انت تشجع كورة من جد؟ انا اشجع كورة لك مالي. قول لي من الاخر انه ماكو في الكورة. 13 نقطة و10 نقاط. طلع النبي ابن الحلال. وزني يا رجال. يا شيخ احلق شنبي لو ما غشيتها. واحد يقول لي 13 واحد يقول لي 10 فجأة يطلع لي واحد 31 نقطة النصر. يا رجل. يا رجل اتق الله. الو. السلام عليكم. تيك توك كذاب والله ده اتحادي. هلا حبيبي كيف حالك؟ عطيل سالم عطيل. الحين قاعد اقول كيف حالكم يا شباب؟ ايش قله الحياه ذي؟ يعيدها قيل الحياة. اسمع الدنيا فوز وخسارة الا مع الهلال فوز بس يعني. يا اخوان اليوم كمية هلالية قاعد يطلعوا لي مو طبيعيين. انتوا من فين ما شاء الله من فين؟ احنا سودانيين بس كنا عايشين بالرياض. والله اهل السودان حبايبنا واهلنا وناسنا واخواننا. والله في ناسنا برضه والله العظيم حبايبنا. بس انت كذا يا زول زعلتني. نصيحة من اخوك الصغير. تفضل. ما امسح مقاطعك كلها وكان ما حد يعرفك عرفت تصير هلالي. والله هذا الحب والعشق مهما صار مهما صار. قلت في القلب فعلا الحب اعمى الله يشفيك. والله لا اكسر المبارد اللي بعينك واخليك اعمى وافقع وجهك. انت من نفسك انت من نفسك ها. والله اعوذ بالله كانه كذا مستنيني ادخل البرنامج كذا قاعدين يستنوني. يلا اخوان عبد الله دخل استلم طقطقه. كل الشعب داخل اليوم ايش هذا صراحه على النبي. انا مشكله اني احب اهل السودان حب مره كبير. احنا برضو بنحبكم واكثرهم اتحاديين السودانيين. اتحاد ونصر. مو هو المشكله انت خلاك تروح تشجع الهلال. طب اصدمك ابوي اهلاوي وانا ابوي نصراوي. انتوا رابطه الدوري المحترفين كلهم. طبعا انا الحين سمعت كل عندي بس ما سمعت انه في اتحادي. ليش اخوي اتحادي. هذا 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 اللي عنده فكر كروي. هذا اكثر واحد حياته معقده ونفسيته تعبانه. يا اتحاد شوف كيف خارج الناس قاعد تتكلم علينا. شايفين كيف الناس قاعد تتكلم علينا. بس ان شاء الله يرجع يرجع الاتحاد يرجع الاتحاد باذن الله. ترفع راس المملكه باذن الله. طيب يا شباب اثنينكم هلاليه صح؟ ابغى اسال اسئله واثبت للناس انه انت هلاليه بالاسم بس. في جوائز ولا لا؟ والله لو في جائزه ما اعطيك هاي ايش تبغى. كم هدف استقبل الهلال هذا الموسم؟ تبغى خيارات؟ قول خيارات اول. ما في خيارات انا اوريك تو. طيب اسمع ما في خيارات ممكن اقول جوابين. طيب يلا تفضل. 18 او 21. 18 او 21. اي تختار كثير يا استاذ. قول في الدوري بس. في الدوري بس كثير ما كثير. عندك 11 مباراه كلين شيت. ثلاثه حق التحدي ولا يلا يلا ذكرنا ثلاثة اهداف حقتكم. يا اخي يا زول لا تخليني ازعل منك. يا زول لا تخليني اقل ادب. يا زول يا زول قلت 18 واحد ايش. يلا حب الاهلي السودان اقل من هذا الرقمين. اقل صح 13 هدف. لا لا تحت ال 10 بس انا بقول 13. اسمع 9. لا 13 و9. 13 و9 و10 ثلاث اجابات. طيب ها يلا ما مشكله انت فيك الخير برضو. القم القم القم. غلط غلط غلط. 8 اهداف دخلت الهلال هذا الموسم الدوري. حبايبي والله تشرفت فيكم. والله تشرف لينا. اشكركم والله. يا ابناء النيل يا احلى ناس يا سكر. ما في النهايه احنا كلنا اخوان وحبايب. صح. الاتحاد والهلال والاتحاد والهلال ما في احسن من بعض كلنا زي بعض. صح. لا الاتحاد احسن من الهلال. القم
هلا هلا والله هلا بالشيخ يا هلا ويا مرحبا. انا رحت شعار الاهلي. لا لا والله لا ولا على قلبي تدي العسل والله لي اليوم مرتبك. هلا هلا بالراقي هلا بقلعه الكؤوس. السلام عليكم. اول حاجه اشتركوا عند الرجال الطيب هذا تراه يستاهل والله. انا اقول لك هذه من كيسه اليك. يا اخي ليش تخربها يا اخي ليش تخربها يا اخي كل عين حبايب. وتراك 9 سنوات وانت بك خلاص ارتحت؟ ما ارتح الا لما كفوف وشك كفوف. نتركني ريمبر على اساس انه انا اللي سويت التيفو. انا كنت رافع التيفو. انا قلت لهم سوي التيفو. طب انت مستوى اهلاويتك من 5 كم؟ 5 والله العظيم. وانا اللي حالف ما تخلى عنه. بس انا خوفي انه بس كلام. لا لا طبعا والله ترى جتني انا فلوس كثير بس اغير والله ما رفضت. 50,000 ريال سعودي تشجع الاتحاد؟ والله شوف الان الحواله دي الان. لا والله ما غير. 100,000 ريال سعودي ورب الكعبه ما غير والله ما غير. شباب نقف احتراما لهذا الراقي. وتحيه لي اهلاوي طبعا. بعد ما خلص التسجيل هيقول لي اسمع حول 10,000 انا اصير اتحادي. لا 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 ها 5. السلام عليكم. وعليكم السلام. من فين انت ما شاء الله؟ من ام الدنيا. احلى ناس واقدع ناس حبيبي. تتابع الدوري السعودي ولا ما تتابع الدوري السعودي؟ ما بتابعش كرة عامه. طيب عندي اسئله عامه. تبغى اسئله عامه؟ اسال اللي في نفسك فيه. طيب اسالك في الانجليزي ايش رايك؟ اسال في الانجليزي. طيب انا بعطيك جمله واتمنى تعطيني معناها بالعربي. I am going today. انا ذهبت اليوم. To the الى فيك بلا. الفيك بلا ده يعني هو معقول ان انا اشرح لك المعنى؟ طيب هغيرها يلا مره ثالثه اجيب لك كلمات اسهل من كذا. انا الانجليزي عندي يعني امشي فيه. يعني مو مره متمكن يعني بالانجليزي. طب قول لي من اول عشان ما اقعد اسالك. غير الانجليزي. نغير الانجليزي. التبخر كيميائيا يطلق عليه Q2XQ. حلو غاز. لا انت شكلك حتى الكيمياء ما تعرف فيها كثير. انا الكيمياء درست كيمياء. معلش الحين انت واصل لاي مستوى ما شاء الله في الكيمياء؟ كيمياء كهربائيه. طيب حلو انت واصل ما شاء الله مستوى عالي في كهربائيه. كهربائيه درست. طيب حلو سؤال واحد هيحدد لي مستواك. عرف لي كيمياء كهربائيه. هو تحول الكترونات خليه سائله او خليه صلبه عن طريق سلخ خلال اسلاك. طيب حلو بمعنى تفضل اشرح لك. غالي انا عندي ماجستير في الكيمياء. انت الان كانك قاعد تقلل من قيمتي وتغلط علي. لا انا معلش انا اقول لك انه انا عندي ماجستير في الكيمياء ومعلش يعني مع كامل احترامي وتقديري لك يعني كلامك فيه شويه اغلاط. انا اسف. اول شيء اسمك كريم يا غالي. عبد الرحمن. ونعم يا عبد الرحمن واخويا واتشرف فيك. انا اخوي عبد الرحمن عندي ماجستير ولله الحمد والان قاعد احضر على رساله الدكتوراه في علم الكيمياء. التوفيق ان شاء الله. امين اجمعين. الله لبسك كاب عشان تصير زيي. الكيمياء الكهربائيه الكلام اللي قلته فيه كلام منه صحيح وفي كلام منه خاطئ. الكلام الخاطئ انه تحليليا ماده البوتاسيوم لما تروح من الكهرباء للسائل هذا شو يسمى؟ الكهرباء للسائل؟ لا 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 ركز. البوتاسيوم للكهرباء ايش يسمى؟ خلية غلفانية بقى. فانينيا؟ سوي سكيب. والله من حقه سوي سكيب. السلام عليكم. كيف حالك يا باشا؟ الحمد لله. تحب اسالك عن معلومات في الكوره في الدوري السعودي ولا معلومات عامه ولا معلومات اسئله عن الانجليزي؟ ايش اللي حاب اسالك فيه؟ ممكن اللغه الانجليزيه. اوكي حلو ما شاء الله. بدايه حاب اقول لك انت تقيم ليفلك في المستوى الانجليزي C1 مثلا. C1 حلو. طيب من 5 كم تقيم نفسك؟ 4 من 5. طب هل انت ما شاء الله تبارك الله تخصصك الجامعي انجليزي ولا حبا في اللغه؟ لا انا حبا في اللغات. انا بحب اللغات. انا بتكلم انجليزي فرنساوي ساعات. انت شفت لما يقول لك الشخص وجد ضالته. انا الان وجدت ضالتي فيك. اللهم لك الحمد. تعال. انا الحمد لله الان بحضر على رساله الدكتوراه في اللغه الانجليزيه. ممتاز. واسال الله ان يوفقني ويوفقك يا رب يا رب. 5 اسئله حيكون مستوى السهوله من الاول ومن بعدها نطلع للصعوبه. اول جمله بدك هي today I am going to school. ايش ضمائرها؟ ايش ضمائرها؟ نعم تركيبه الجمله كامله. يعني انا عندي بس ضمير الفاعل هو السبجكت اللي هو I. بعد كده عندي to اللي هو البروبوزيشن اللي هو حرف الجر. وسكول هي المفعول. مفعول به. حلو. هل ده اللي انت عايزه ولا؟ لا لا حب 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 حب. وفي النهاية انا حقول لك التوتال الاجابات. اوكي. حلو. السؤال الثاني غالبا الجمع اذا جت قبله كلمة ان. الجمع قبله كلمة ان. يس. عايز مثلا جملة فيها جمع وقبلها ان. ايه. مثلا what's your taste in clothes. اوكي. ما شاء الله انت ما شاء الله اللغه الانجليزيه واللغه الفرنسيه واللغه ايش ما شاء الله اسبانيه وايطالي شويه. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. الله يوفقك يا رب حبيبي. اسمك كريم؟ عبد الله. وانت اخويا هشام. وانا عمي هشام. حبيبي هشام. يس. ما هو الشيء اللي يعتمد عليه الليسننج؟ ما هو الشيء الذي يعتمد عليه الليسننج؟
هذا السؤال يعني ممكن نقول سؤال جميل نوعا ما، يعني عبر زي ما يقول تعبيرا يعني تعبيري. المشكلة ان انا مش فاهم السؤال يعني انت. والله انا مش فاهم السؤال. السؤال نفسه مش منطقي فاهم، يعتمد على حاسة السمع يعني. طب اسمعني يا هشام، انا لا انا حافظ دكتوراه وانا ما افهم انجليزي وانا كذاب. يا عم ولا انا بتكلم اسباني ولا بتكلم شرقي.